تتابعونا في هذه الحلقة من صدى الأسبوع. اليمن، طفولة معذبة ومنظمات تسعى للكسب. في تعز انعدام أبسط الاحتياجات في المستشفى الجمهوري. مواطنون يشكون ارتفاع أجرة المواصلات في المكلا. اختتام مهرجان عدن الوطني للمسرح. مطار سيئون ينعش حركة التجارة والسياحة في المدينة. هجة العبد منفذ لتعز وهم للمواطنين. في القناة وسب الحديدة موسم حصاد الصقيل. رقية الواسعي رسامة تتألق ولا تلتفت للصعوبات. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8 مساء.